حبايبي طلاب الصف الثالث الابتدائي، هحل معاكم من كتاب المعاصر. الصفحات اللي قدامكم ديت صفحه 12 13 14 15، احنا هنتكلم في الوحده الثالثه الكلمات الاساسيه او الديكتيشن اللي احنا بنكتبها. اذا فيكيشن يعني، وطبعا انتوا خدتوا هوليداي وخدتوا، بس انا هنقول فيكيشن تمام، او ويك اند، كل ده صح. ويك اند طبعا انا المفروض ان احل ده وقاعد احل ده معاكم. الكوي بايت، الكوي قصر، بالاس، بالاس اللي هو القصر اللي هو وير از ذا كينج ليف. غروب الشمس، سان سيت. طيب يستكشف، ديسكفر. وي كان جو ان ذا ديزرت. طبعا هنا جو كوي بايكنج دي نمبر 1. اي ام جوينج تو نوت ذا هيستوري اوف انشنت ايجيبت، ده هنا هتستكشف ديسكفر، دي نمبر 2. ليتس واتش ذا نوت فروم ذا توب of minaret. minaret اللي هو المأذنة. هتشوف ايه؟ هتشوف البالاس اللي هو دي، او السانسيت برضه. موتش سانسيت اكتر حاجة الناس بتحبها شوية، مش هتشوف الشمس، يبقى سانسيت دي نمبر 3. بص معايا بقى نمبر 4، you can take photos at the manual palace. manual اللي هو متحف المانيال، قصر متحف المانيال اللي هو نمبر 4. يلا معايا كده الاجابات اهيت. تخفيض ديس كاونت، مرشد، دي كلمه جايد معروفه يا شباب، المستقبل الجميل. يرتكز كن، السي او ان، سنتريت، كونسنتريت. يحجز بوك، بي دبل او كي اللي هو زي الكتاب بالظبط. نصائح، ادفايسز. طيب اي نيد تو نوت ا فلايت تو نيو، طبعا دي بوك دي نمبر 1. all that noise كل هذه الضوضاء، makes it hard to، بتخليك من الصعب ان انت to decide، sorry to concentrate to اللي هي تركز. انا هحط الرقم من اهوت عشان خاطر تبقى واضحه اكتر. طيب the store اللي هو المحل offers، بيعرض a 2% يعني 1% او 2% percent، percent يعني في المية، discount تخفيض اللي هي لما تيجي تشتري بالكريدت كارد اللي هي نمبر 3 ديسكاونت، دي هتبقى نمبر 3 ديسكاونت. يو كان، ما احنا قلنا وات ار يور توب نقط فور ستادي، توب ادفايسز النصائح الكبيره بتاعتك، افضل النصائح يعني. يا جماعه الخير بيقول لك مرتفعات يعني هايتس، خوف فير، نهر صغير ستيم، يتنفث بريز بريز، غزال دير، the wolf wants to eat the، طبيعي طبيعي ان دي هياكل ايه، غزال، يا غزال دي نمبر 1. there was a small knot at the end، كان في small حاجات صغنططه، حاجه صغنططه، at the end of the garden في اخر الحديقه، طالما حديقة واخد زي انت يبقى ايه، يبقى ستيم اللي هو جدول صغير دي نمبر 2. we decide احنا قررنا to face our fear ان احنا نواجه خوفنا ونقوله يا خوف يا خوف. I am afraid of، انا خايف من الايه، من الهايتس، من المرتفعات. البنت اللي كانت خايفة من الهايتس دي ورغم ذلك راحت عشان بنت عمها. جولات اسمها تور، تور يعني جولة، حط لها الاسم تورز جولات. يبتل جيت ويت، مدينة ملاهي اللي هي طبعا، بصوا في معنى كذا كلمة بس هي أحلى حاجة لها اسمها فان مي فان فير، دي مدينة الملاهي أو أميوزمنت بارك. المحاكاة سيميوليشن، شجاع بريف. there are sound في صوت and light وضوء effects as the simulation theater اللي هو مسرح المحاكاة دي نمبر 1. at the waterfalls right، لما أنا بكون في الووتر فول رايدز I get wet، طبعا بيحصل لي wet دي نمبر 2، لأن الووتر فولز ديت اللي هي الشلالات. there are amazing not at the carnival، كارنيفال اللي هو المهرجان، هيكون amazing ايه؟ مدينة ملاهي صح. there an amazing fun fair أو رول كوستر، بس رول كوستر ده اللي هو قطار الملاهي مش مدينة ملاهي، دي نمبر 3. نمبر 4 we have a lot of fun، احنا عندنا كتير من الفن. at the برضو مدينة ملاهي، يبقى نمبر 3 amazing tours.
جولات جامده جدا. نمبر 4 ديت اللي هي مدينه الملاهي اللي هو الرول كوستر سوري اللي هو فان فير، مدينه الملاهي اسمها فان فير. يلا بينا صفحه 13 قبل ما يعني بص مئذنه مئذنه مينارت مينارت سوق سوق يا معلم او ماركت يعني متحمس طبعا متحمس اكسايتنج او اكسايتد اتنين صح. متحف ميوزيوم قطار ملاهي هو ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو اسمه رولر كوستر. طبعا وي فيزيت ذا نقط اون ساندي هنزور ايه؟ هنزور السوق اكيد طبعا او المتحف مش عارفين، بس طالما زياره يبقى متحف لان احنا ما بنزورش السوق، احنا بناخد بعدين نروح السوق صح، يبقى زياره المتحف يبقى نمبر 1 ميوزيوم. وي كان اكسبلور، اكسبلور دي يعني يكتشف ذا، ما هو احنا هنكسبلور ايه؟ المنارات طبعا انت هنا بتكشف السوق دي نمبر 1. نمبر 2 وي لا سوري دي نمبر 2 انا اسف. نمبر 3 ليتس كلايم يلا بينا نتسلق باب زويله، ده باب زويله ديت مأذنه اللي هي مينارت نمبر 3. نمبر 4 ليتس جو تو ذا ثيم بارك، الثيم بارك اللي هو الملهى الليل الترفيهي اند رايد ا رولر سكوتر اللي دي نمبر 4 اهي. يلا بينا على اللي بعده مغامرة طبعا ادفنتشر. يبحث عن كلمة لوك اب، مرشد برضو جايد، يدرس ستادي، بطاقة اكتمان اللي هي الكري ديت كارد، to pay for the tickets online. طالما pay طالما هتدفع يبقى كريدت كارد دي نمبر 1. I don't know that word I will look up. نمبر 2 we should listen to the نقط in the tour، هتسمع الكلام المرشد او الجايد. some people بعض الناس traveled بيسافروا for love of هيسافروا ليل for love adventure بيحبوا المغامرة. يتلألأ سر سيكريت، بركة ماء صغيرة بضل نقي بيور، قبة دوم. planning اللي هو التخطيط is the نقط of ده secret of success، التخطيط هو سر النجاح. the water in the blue lake was pure، المية هناك نقية جدا. the children jumped in the puddle، قفزوا في البادل في البركة الصغيرة. بتسباركل بتتلألأ دي نمبر 4. اوشن شاشة سكرين، خيال يعني فانتسي فانتسي. قسم ديبارتمنت في كلمة كمان اسمها سيكشن برضو بنفس المعنى اللي هو اسم قسم. جهة الوصول ديستنيشن، when you arrive لما بتوصل at the park للبارك اللي هو المنتزه. there is a world of بيبقى فيه عالم من الفانتازي، عالم من الفانتازيا. شرم الشيخ is an amazing holiday يعني amazing holiday يعني اجازة ما حصلش. طبعا destination اللي هي وجهة الوصول دي نمبر 2. the children's الاطفال has a lot of rides عندهم العاب كتير. children a children section او department دي نمبر 3. نمبر 4 او از ان از ا فيري لارج اريا مكان كبير من البحر، المحيط هو اكبر من البحر طبعا دي نمبر 4. يلا بينا نقلب الصفحه صفحه 14 الرولر كوستر اول واحد اللي هو قطار الملاهي. اللي انتوا شايفينه ده دب اللي هو نمبر 5 بير، اللي انتوا شايفينه ده السوق. سوق فين يا مس نسرين يا اللي زي القمر انت ما انتش عارفينه ده مش لاقي لكن بالسوق. هي نمبر 7 ده اظن ان هو سيميوليشن او المسرح المحاكاه اللي هو سيميوليشن ثيتر، وده
مش لاقيه. طب سيبوه دلوقتي شويه، سيبوه سيبوه. فايولين، فايولين اللي هو الكمانجا، دي نمبر 6، دي عربات الدفع الرباعي او الكيك بيكينج اللي هي نمبر 17. ده ووتر فولز، ووتر فولز اهوت نمبر 8. ده بير برضو يا جماعه، ده ولف، سوري انا ما اعرفهمش بعد، ما مش قرايب يعني. يبقى دي كده 5 عشان ده بير، انما ده ظلمنا، ده طلع ديب نمبر 3 ولف. ديب بدل بركة مياه صغيرة، ما احناش عارفين راحت فين. اه ده نمبر 10 نارت. عايز اقول لك ان نمبر 7 ديت مش سوق، ده شكله كده بلس يعني، انا مش عارفه ليه خليته سوق، اللي هو هيبقى 15. سوري. بعد كده عندك ده ميوزيوم، متحف. كلمة متحف فين؟ نمبر 4. ده كده نيو وورلد، مش عارفين الكلمة دي معناها ايه الحقيقة، اللي هو يعني ده كتاب، كتاب. وطيارة، ده باسبورت. اهي تورست ابروتش، اللي هو زي يعني حاجة كده للإرشاد السياحي، كده كتيب للإرشاد السياحي، يعرفك طرف فين وتجي منين. الجمال ده اسمه مينارت أو مأذنة. هي فين المينارت يا ولاد؟ نمبر 20 أو 20. ده كده فولكان، وبعد عنكم ده نمبر 1 محمد رمضان. اللي انتوا شايفينه ده اسمها كريدت كارد، ربنا يوعدنا إن شاء الله، عايزين والله. دي نمبر 9. اللي انتوا شايفينه ده ديسكاونت يعني تخفيض. ها القمر ده غزال، يا غزال يا بطن بتوجعه، ستومك ايك، اللي هو نمبر 12. ده كده سوق بقى، اخيرا لقينا السوق يا جماعه، الحمد لله، نحيي بعض والله. نمبر 7 القمر ده كده ثعلب، بس ثعلب جميل يعني، فوكس 11. ده كده هو وات از ذس، ده ثيم بارك يا جماعه الخير، ده ملاهي ترفيهيه. نمبر 19 ان دي طالعه شروق الشمس، سان سيت. 16 صفحه 15 هنرتب اول واحده ذير، وذير هتاخد ار، تبقى ذير ار. يوجد كثير من الايه، ذير ار لوتس تو سي، يعني كثير من الحاجات اللي انت تشوفها يا غالي. فين؟ ان كايرو. حاجات كتير تشوفها ان ايه؟ ان كايرو. وي نحن كان نستطيع ان احنا اكسبلور ذا سوق، نستكشف الايه، السوق، نشوف السوق في ايه. ليتس هيا بنا، دي بجد فعلا في المصدر على طول، هو جو جو تيجي تو، انت هتذهب ايه؟ لا انت هتذهب كده كنت ذا ثيم بارك، اللي هو مالها الترفيهي. بص على نمبر 4، يو انت كان، يو كان جو، انت تستطيع ان انت تعمل كواب بيكي، كواب بيكينج، كواب ان ايه؟ طبعا اكيد في الصحراء. شرم الشيخ مالها والنبي يا مس، جميله والله يا ابني شرم الشيخ، مالها؟ حد يلاقيها يا ابني، ربنا وعدنا يا حبيبي. تكون از ان انترستنج تاون، مدينه انترستنج يعني مدينه جميله جدا. شرم الشيخ برضه ماشي، احنا عدوها لك، راجل يعني بيقول حاجه وحشه بيقولش حاجه وحشه. مالها؟ از باي يعني بجوار ذا ريد سي، البحر الايه؟ الاحمر. طبعا الار كابيتال، الاس كابيتال، لان ده اسم علم. ذير از، يوجد كثير من، ا لوت تو سي، مش كثير من تشوف، اند دو ذير، كثير من الاشياء اللي تشوفها وتعملها هناك، ما تشوف بس يعني. السؤال اللي بعده، يو انت كان ريلاكس ات ذا بيتش، تعرف تريلاكس ات ذا بيتش يا غالي؟ طبعا. ذير از، يوجد من ايه؟ ان اميزنج ذير، ما ذير از ديت تمام، اميزنج. سوري ده ذير ار ناس، انا قاعده بستغربها ازاي اميزنج رايدز يعني، رايدز يعني ملاهي ترفيه كتير. تو تراي عشان تجربها. يو عايزه فعل في اللي هو كان ديت، يو كان ووتش، تستطيع انت تشاهد. شوز اللي هو مناظر طبيعيه او عروض، ثيتر في الثيتر في المسارح. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.